عبر الخط الهاتفي ينضم إلينا الآن المختص في مجال الصحة والسلامة العامة في وزارة الصحة دكتور خالد عواودي. أهلا بك سيدي. هناك من يقول بأن توصيف الأصح والأدق للوضع الحالي هو أن الأمور متروكة تماما من قبل وزارة الصحة ومن قبل الحكومة الإسرائيلية، هل هذا التوصيف دقيق؟ التوصيف حسب رأيي ليس بالدقة التي تتحدثون عنها، ولكن نحن يجب علينا أن نتيقن أن قسم من مسؤولية الفرد هي على وضعه الصحي، ويجب عليه أيضا أخذ زمام الأمور في إجراء الفحوصات البيتية، وكذلك الأمر في كان إذا كان يعاني من أي إجراء أي عوارض أو أي أمراض التي ممكن أن تكون معدية ليس بضرورة كورونا، يجب عليه عدم الاختلاط مع الأشخاص. ولكن ما نتحدث عنه بالعكس تماما، يوجد هناك مراقبة كبيرة جدا للأوضاع، والأوضاع تذهب في تحسن، دالة العدوى في انخفاض، عدد المصابين الذين يرفضون في المستشفيات في انخفاض، مؤشر العدوى الذي كان قبل أسبوع 2.3 حاليا نتحدث عن 1.3. حسب رأيي في نهاية هذا الأسبوع سنشهد انخفاض حاد في الإصابات، وكذلك الأمر انخفاض حاد في عدد المصابين في حالات صعبة. وكأنه دكتور خالد عواودي هناك توجهان مختلفان، يعني في دول أخرى في العالم هناك تشديد القبض ربما على الحركة عموما في الشوارع وفي المحال التجارية وفي الأماكن المغلقة التي تستوعب كمية أشخاص أكثر من اللازم، ما الفارق بين التوجهين؟ التوجه يكمن في أن توجد في دولة إسرائيل ما يقارب 75% من الأشخاص مطعمين، هذا الأمر يحمي نوعا ما الفئات العمرية المختلفة ويسمح بالعودة إلى مسار الحياة وإلى التجمعات وإلى دخول كثير من الأماكن التي تحظر في أماكن أخرى. نتحدث في بلدان مثل أفريقيا ومثل روسيا لا تزيد نسبة التطعيم عن 30% من الأشخاص، حتى بالأمس رأيت تقرير عن روسيا مات حوالي 570 شخص هناك في الأوميكرون، ونحن نتحدث هنا في دولة إسرائيل من بداية شهر ديسمبر على معدل وفيات 1 في اليوم لا أكثر. إذا كان نعزو ذلك فقط إلى نسبة المتطعمين بشكل كبير جدا، بالتشابه مع أوروبا بريطانيا تحدث في التقرير سابقا، في فرنسا وكثير من الأمور هناك تسهيلات أكثر من تقييدات. في إحدى الصحف الإسرائيلية كان عنوان رئيس في هذا الموضوع يقول أن إسرائيل تتصدر العالم في عدد حالات الإصابات الجديدة اليومية بفيروس كورونا للفرد، ماذا يقول هذا الأمر وأنت تتحدث دكتور عن نسبة متطعمين أو ملقحين كبيرة؟ نحن نتحدث عن نسبة الفحوصات الإيجابية من بين المفحوصين فإذا كان هناك ما يقارب 70,000 إصابة يوميا وهي تتعد نسبة 20%، فممكن الحديث هنا عن 350,000 فحص يجرى يوميا. كثير من دول العالم لا تجري هذا الكم من هذه الفحوصات فلذلك ممكن عدد الإصابات الكبيرة جدا في دولة إسرائيل هو نتيجة عدد هو ينعكس على عدد الإصابات الإيجابية. وكذلك أمر يجب علينا أن لا ننسى، لا يتم هناك كثير من الأشخاص لا يتوجهون إلى الفحوصات، وكذلك يعني إذا تحدثنا عن 70,000 ممكن الحديث عن 100,000 ويزيد عن ذلك. ولكن الأمر الإيجابي في جميع هذه الحالات أن عدد الوفيات قليل جدا، عدد المصابين بحالات صعبة قليل جدا، عدد الذين يرقدون في المستشفيات حاليا مع جهاز تنفس 140 شخص لا يزيد عن ذلك. وقد تكون هذه البيانات فعلا دكتور خالد بارقة أمل فيما يتعلق بنسبة تفشي وباء كورونا والمتحور أوميكرون. أشكرك جزيل الشكر المختص في مجال الصحة والسلامة العامة في وزارة الصحة دكتور خالد عواودي على هذه المداخلة.